قتلوهم دم بارد. عالم إجرام، مجرمين. شو بدي أقول؟ مجرمين مجرمين. صرخة تطلقها أم الشهيد مصطفى يونس في وجه قتلة ولدها، كلمات ممزوجة بلوعة الألم. كل واحد تسبب في مقتل ابني ينتقم في أعز الناس إله، ينتقم منه في أعز الناس إله عشان يجرب الشعور اللي أنا شعرته. أمام مستشفى تلها شومير جنوب تل أبيب خرجت مظاهرة نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مطالبة بمحاسبة حراس المكان الذين لم يترددوا بإطلاق 10 رصاصات على جسد يونس أمام عيني والدته بذريعة رفضه ارتداء الكمامة الواقية، محق الشهيد برفضه فقد كان عليه أن يرتدي سترة واقية ليواجه وباء العنصرية الإسرائيلية الأشد فتكا. المكشوف والشرطة ما بدها تشوف. المكشوف. شعارات وهتافات تضع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها في قفص الاتهام، وحشد الشرطة الإسرائيلية الكبير في وجه المتظاهرين لن يكمم، فما الحقيقة؟ صرخة غضب يرفعها فلسطينيون داخل احتجاجا على جرائم قتل أبنائهم من قبل الشرطة الإسرائيلية، أصابع اتهام تتوجه نحو حكومة نتنياهو التي تنتهج التمييز العنصري وتمارس التحريض ضدهم. اللجنة القطرية للسلطات المحلية رصدت في تقرير لها 58 جريمة قتل عصفت بالمجتمع الفلسطيني تتحمل مسؤوليتها الشرطة الإسرائيلية. في ثقافة عاملة تبيح قتل المواطن العرب، تبيح القتل دون أي خشية لا من عقاب ولا محكمة ولا أن يفقد أماكن العمل. لذلك احنا منطالب نعم بتقديمهم لمحكمة ومحاكمة القتلة. الشرطة الإسرائيلية وبحسب تقارير حقوقية تستخدم القوة المفرطة مع الفلسطينيين، كما تخضعهم لفحوصات أمنية أكثر صرامة، بالمقابل تغلق ملفات الشكاوى المقدمة منهم ضد عناصرها، ما يجعل الفلسطيني ودمه مباحين في أعين المؤسسات الأمنية الإسرائيلية. فهم اشتوى العربي داخل الخط الأخضر.